مرحبا بكم مرة أخرى، تحية لكل من يشاهد فينا هذه قناة تونسنا وبرنامجنا اليومي تونسنا. اليوم باش نحكيه في موضوع آخر هو إضراب أعوان الحماية المدنية. في الحقيقة الإضراب هذا هو مشلول، ولكن إن شاء الله يكون الآخر. نحبوا نعرفوا الأسباب من عند ضيفنا سي معز الدباشي، الناسق الرسمي لاتحاد نقابات الحماية المدنية. ومرحبا بكم، مساء الخير. عايشك، مشكور. وكان من المنتظر معز دبابي مش دباش. معز الدبابي، مرحبا بك سيدي. سمح لي إضراب. أيوة، فقط سمح لي سي معز للتذكير، وأنه كان من المنتظر باش يحضر معنا سي عبد المجيد خلف الله، تخلف لأسباب مهنية نظرا لعنا عون تعرض للوعكة الصحية. إن شاء الله ربي معك على كل مشكور. يعتذر بالمناسبة، وجب التوضيح فما حتى مشكل. تحية زاد لكل من سفيان بن حميدة وجمال متجد لهم زوز. دونك نبداو تزامنا مع الصور نتاع الإضراب اللي باش نراوها مع بعضنا. بالله سي ياسين، مش إضراب، أي وقفة، وقفة احتجاجية، خاطر الإضراب تولي شيء آخر. ميساج نوضحوا ديما ونعطيو المهم المعلومة الصحيحة. الوقفة الاحتجاجية اليوم علاش صايرة؟ شنو المطالب نتاعكم الاجتماعية والمهنية؟ نحكيو طبعا تزامنا مع الصور اللي بعد شوي باش نتبعوها لهذه الوقفة الاحتجاجية. احنا كاتحاد نقابات الحماية المدنية، اللي هي نقابة خاصة بسلك الحماية المدنية، فيها ينطوي تحتها نقابات أساسية في كامل تراب الجمهورية تقريبا، بالتوازي تم نقابة أخرى هي تخدم على مستوى كيف الحماية المدنية اللي هي تابعة النقابة الوطنية. احنا بعد اخترنا مسار جديد فيما يخص العمل النقابي، كنا ننظر للنقابة الوطنية نظرا للرؤية لكافة الزملاء النقابيين، شافوا اللي هي ما عادش تستجيب للتطلعات وانتظارات الاطارات او الحماية المدنية. هذه عركتكم الداخلية شمنا فيها؟ ليش عنا فيها؟ المفيد خذينا مسار جديد. المهم ايوه، خذينا مسار جديد. وكونا الهيكل هذا اتحاد نقابة الحماية المدنية حسب ما ينص عليه القانون بالطبيعة من المؤتمر الانتخابي نتاعنا بحضور رجال القانون. وانضوينا في نقابة موحدة هي نقابة قوة الأمن الداخلي والديوانة. علاش عملتوا الوقفة الاحتجاجية دي؟ الوقفة الاحتجاجية اليوم. بالنسبة للوقفة الاحتجاجية، احنا عندنا العديد من المشاكل المهنية والاجتماعية. احنا المطلب نتاعنا الأساسي ماهوش مادي اليوم. معناش نطالبوا في تسوية الوضعية مادية نظرا لنعرفوا ظروف البلاد ونعرفوا الحالة اللي تمر بها البلاد. احنا اليوم حابين نوصلوا صوتنا نظرا لإحنا أن عدم التواصل كهيكل نقابي كشريك اجتماعي مع الإدارة متاعنا اللي هي إدارة الحماية المدنية في شخص السيد مدير العام، نظرا اللي احنا تقدمنا بعديد المطالب اللي هي ذات صبغة مهنية بحتة واجتماعية. خاطر احنا توا وصلنا طمحنا بعد الثورة باش يقع العناية بقطاع الحماية المدنية بالشكل المطلوب نظرا لحساسية العمل اللي يقوم به وأهميته كيف ونظرا اللي هو قطاع مهم برشا ويقدم في خدمات جليله للوطن. مطالبكم شنو بالضبط؟ المطالب هي مطالب تتعلق باصلاح عميق وشامل للمنظومه الاداريه والنصوص التشريعيه المنظمه للقطاع، واهمها الهيكله الجديده تستجيب وطموحات الاطارات والاعوان. اهمها صيانه مقرات الحماية المدنية بما يليق لمؤد في السلك، علما اللي نعطيك حتى صارت قلت البارح في الاداره الجويه تونس، معناها الاعوان تخدم والسقف طاح. معناها الحمد لله يا ربي ما كانتش فين هذا بالضبط؟ في الإدارة الجهوية للحماية المدنية تونس. معناها كان سقوط السقف هذايا صار في وقت معناها يكونوا الأعوان واخذين باوز بتاع نوم ولا في الليل، كانت تنجم تكون كارثة. احنا أغلبية المقرات الحماية المدنية ما توفر فيهم أبسط ضروريات العمل اللي هي ممكن تخلي الإنسان يخدم على الأقل في محيط سليم. كيف عندنا مشكل كبير برشا على مستوى هذا لوكور سبيسياليست دو لا سيكوريتي. اي معناها لا، واحنا سي سفيان معناها الخدمات نتاعنا المقدمه للاعوان النجده والانقاذ، احنا راه نتعاملوا مع كوارث، نتعاملوا مع خطر ونتعاملوا مع الموت يوميا. اذا انا كعون حماية مدنية ولا كقيادي في الحماية المدنية تدخل الجزرنا نتاعك ماذا بيك تبدا متمر؟ لا ما على الاقل كل جزرنا على الاقل لا يشرفنا باش نموتوا شهداء. اي اما مش في الجزرنا لا، اي مش في على الاقل في الانترفونسيون في وقت العمل على الاقل شهيد ويتكرم كما قاعدين يتكرموا عند الشهداء الامنيين في العاده. احنا المطالب بتاعنا هي العنايه بالظروف العمل المهنيه والعنايه بالناحيه الاجتماعيه زاد كيف اللي هي مفقوده، وخاصه اللي ثم قطيعه صارت ما بين الاداره وما بين الهيكل هذايا اللي هو شريك اجتماعي. القطيعه فيها اسباب عديده، منها تجاذبات نقابيه كما قال سفيان قبيله،
وانحياز الإدارة لطرف نقابي معين نظرا لثم شراكة، ثم عملية شراكة ما بين القطاع هذايا ومن سيد. سمحني سي مواس فقط توضيح، وأنه بخلاف اتحاد نقابات الحماية المدنية فما هيكل نقابي أخرى في هذا القطاع. ثم هيكل نقابي اللي هو نقابة الوطنية للقوات الأمن الداخلي اللي فيها مجموعة من ضوية فيهم تابعين للحماية المدنية. معناها السيد المدير العام ما قعدش على الحياد النقابي، معناها ما بعدش، هو رجل سياسة رجل إداري معناها، وينجم يكون حتى رجل سياسة بويسك اللي هو على مستوى المدير العام ديون الوطني للحماية المدنية. نورمالمون على الأقل تعامل أبناء السلك على قدر المساواة في التعامل، على الأقل فيما يخص الحوار البناء، معناها الحوار الاجتماعي البناء. للأسف الشديد معناها قاعدين نشوفوا في عملية هرسلة وعملية استهداف للقيادات النقابية نتاع اتحاد نقابة الحماية المدنية. واضح. وهذا خلانا نثيروا برشا المشاكل. وكما قلت لك المشاكل احنا راهو بالتحديد مشاكلنا راهو حتى كي طرحناها على السيد الوزير اليوم، راهو اقتنع اللي هي مشاكل تتعلق بالقطاع المهني. واحنا رانا نطمحوا باش نقدموا خدمات ذات جودة للمواطن. رانا احنا يؤسفني برشا ويؤسفنا برشا كاتحاد نقابة الحماية المدنية، كان مواطن يطلب الإغاثة ويطلب النجاة ونوصل له بعد نص ساعة وسبعة دراج، شيء مؤسف برشا. وهذا قاعد يصير طويل. هذا به، ولكن زاد عندكم مطالب تاع زيادة في الأجور على حسب ما سمعتم في إذاعة خاصة. لا لا لا، احنا 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 لائحة المطالب هي قدامي وقدمناها للسيد الوزير وتقدمها لسيادتك زاد كيف كيف السي سفيان والسيدة الضيوف، ما فيها حتى مطلب مادي. واضح. خلينا نسمعوا كلمة من عند الخيان، نبدأ بك جمال وبعد نتعدل سفيان. لا أنا تعجب كي نسمع، معناتها اللي قال لك البارح الجماعة هذه طاح باش يطيح عليهم، البارح يطيح علينا سقف، البارح طاح عليهم سقف، معناتها المواطن يولي يخاف معناتها حتى على روحه، معناتها إذا كان إمكانيات تاع الحماية المدنية متواضعة، معناتها الحماية المدنية في البلاد كلها معناتها أقل من متواضعة. نحب نقول لك سياسيين العمل في الحماية المدنية والعمل كعون تنظيف في الدول الديمقراطية في الدول المتقدمة هي أشرف المهن وأقدس المهن عندهم، لكن للأسف الشديد احنا في تونس تشوف وتسمع ايش قاعد يصير، والمطالب نتاعهم هو قالك ماهيش مطالب، هم طالبين زيادات، طالبين يحبوا يحسنوا الخدمات للمواطن. اعتقد وأنه القطاع فما زوز قطاعات انا شخصيا نراهم لابد من الاهتمام بهم اهتمام خاص، وحتى اذا كان معناتها بالنسبه حتى للزيادات اذا كان فما امكانيه معناتها خزينه الدوله تسمح الاولويه لهم هما هو قطاع الحمايه المدنيه وقطاع اعوان التنظيف، لانه معناتها هما اساسيين بالنسبه للحياه اليوميه للمواطن، وبالتالي ما فيهاش بيعه وشراء وشرية الحكايه هذه. ونتمنى كون قطاع الحمايه المدنيه يتوحد ما يدخلش في 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 هالتجاذبات هذه والانقسام هذه. فما قانون في البلاد معروف، السيد المدير العام تاع الحمايه المدنيه فما قانون معروف مجال الشغل، الجهه النقابه الاكثر تمثيلا هو اللي يحكي معها. مثلا ما 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 محسومه ما محسومه تفضل سي مازي. اللي ديجا اثرتها انت هي تمسك الاسره نتاع الحمايه المدنيه. احنا رانا كنا قبل الثوره بصراحه كنا خير من تو. علاش خير من تو؟ قبل الثوره كنا نحبوا بعضنا برشا، احنا بيتوا مع بعضنا 24 ساعه مم اكثر، عائله واحده معناها ناكلوا ونشربوا مع بعضنا. معناها كان انت لاغراض البقاء في 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 كرسي السياده معناها تفرق عباد على بعضها وتولي عباد تكره بعضها وعباد تقف لبعضها وعباد على صفحات الفيسبوك تسمع كلام ما يتقالش وهاتك اعراض واعتداء بالعنف معناها في في مقرات الحمايه المدنيه، ولينا نخسروا بعضنا على اساس كاننا اعداء، وقت اللي احنا منغودوا الحي شو نكونوا مع بعضنا فرد صف في الصف الاول نجيبه في الموت مع بعضنا. انا كيفاش نعطيك الامان وانت تعطيني الامان؟ باش نحميك انا نحمي لك ظهرك. صحيح مشكله راهو خطير برشا، خطير برشا الموضوع هذا، خطير برشا لانه اللي مشى باش يخدم في الحمايه المدنيه عنده قيم ومبادئ متشبع بها، راهو ماشي كل يوم باش يواجه الموت، راهو اهم حاجه يكون عنده محبه، لازم يكون يحب كما قال لي نفهم من كلامك ترافاي ديكيب معناتها نسمع بعضها ويخاف عليه وتخاف عليه ويخاف معناتها يخاف عليها معناتها عندكم عندكم برشا نساء زاد عندنا نساء عندنا مجموعه من النساء مخطر برشا الكلام اللي يقول فيه. صحيح هو اللي جاء واخلق فتنه ما بين ضفيرين والله يعني هو راهو المفارقه العجيبه اللي اول مره يشد لنا ولد الدار معناها السيد المدير العام هذايا اول تعيين رسمي ولد الحماية المدنية لفائده الحماية المدنية. كنا نأمل كنا نأمل بعد سياسي وحزبي هكا ما عندوش تعيين هذايا بعد سياسي والله وحزبي. انا ما نحبوش ندخلوا احنا كاتحاد نقابات الحماية المدنية في التعيينات خاطر احنا ديجا حتى كتلبنا السيد الوزير احنا حتى وقت صارت القطيعه ما طلبناش احنا ما عندناش ندخل في قرار سياسي بتاع اقاله مدير عام او تعيين مدير عام احنا كخرجنا حتى في الاطار في الاطار النقابي نتاعنا كخرجنا من الاطار النقابي اللي كنا فيه ما نحبوش ندخلوا في قرارات سياسيه بقى يلزم السيد الوزير السيد رئيس الحكومه الناس المسؤولين السيد رئيس الجمهوريه
مام حتى الجمعيات والأعضاء المجلس التأسيسي يقولوا اللي يلندرا ثم إضافة ولا ما ثماش. أنا أعطيك مثال بسيط، احنا كنا نخدم ب 3 مليار ودمي ما قبل الثورة. بعد الثورة وقع دعم ميزانية الحماية المدنية 8 فوا 8 مرات ولا 28 مليار. نورمالمون المعقول تشوف على الأقل إضافة، صحيح، إضافة على مستوى الخدمات، على مستوى التجهيزات، على مستوى حتى الأزياء. تصور أنت عاون حماية مدنية يمشي يخدم بزي واحد، معناها إذا تبل خدم في فيضانات ودخل باش يعمل إيفاكياسيون تاع شخص في 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 واد، يا يرقد بالتوني نتاعه مبلول، يا يعلقه في شريط ويستنى حتى يشيح باش يلبسه. إلى هذا الحد. أي صحيح أي. شيء لا معناها هذا موجود راه. ما نجموش نقعدوا نقولوا معناها. ها؟ سفيان، شيء يوجع القلب، شيء يوجع القلب كي نسمع موجود هذا موجود. سفيان. هو في الحقيقة فما في القطاعات الأمنية فما زوز قطاعات اللي هي الحماية المدنية وعوان السجون والأسلحة. كان ديما معتبرينهم لي بارون بوفر نتاع القطاع الامني. هذا الواقع. اي هذا الواقع معناه باسكو احنا ماناش توريست في البلاد ونعرفوا ونتابعوا. للاسف بعد الثوره توصل الوضع. عوان السجون والسلاح لانهم حسموا امرهم وتحركوا وعيطوا وكذا تماسكوا اكثر. ونجموا يتقدموا بعض المطالب. أعوان الحماية المدنية صارت لهم مشكلة في الحقيقة، مشكلتين. المشكلة الأولى هي التعددية النقابية اللي في عوض تنوع المطالب طرحنا ضربة الوحدة نتاع الصف. والنقمة الثانية اسكي بارادوكسال هو تعيين مدير عام من داخل السلك. لا والله مش تقنع سي سفيان، لا هي التعددية النقابية راهي كانت تنجم تكون في شكل ايجابي. سفيان سامحني بعد اذنك. نعرف اللي فيها. كانت تنجم تكون في شكل ايجابي وتعطي نتائج ايجابية، قلت التعددية تعطي اراء اخرى. اذا كانت بدون تدخل اداري، بدون تدخل صوت الاشراف. للاسف ما صارتش. المشكلة حتى في القطاع نتاعكم. المشكلة الثانية، المشكلة الثانية هو تعيين، مشكلتهم اليوم تعيين مدير عام من داخل السلك من الحماية المدنية اللي هو من المفروض أنه يكون هو عارف بالمشاكل أكثر من غيره ودونك يسرع في حلنا. اشتلقى وما نحكيش على الحماية المدنية كهو جنرال مو أذي صار حتى بالنسبة للعدل والعديد من القطاعات الأخرى. كي يبدأ واحد من القطاع يتلهي صف حسابات شخصية ان في عوض دونك يحسن الوضعيه يزيد يفسدها. علما سي سفيان بالله رانا متمسكين، احنا ماذا بينا نساندوا ابنائنا، معناها نساندوا ود الدار، ماذا بينا نساندوه راهو. لا في اطار واحد، في اطار واحد، في اطار اللي يعطي الاضافه ويقدم بالسلم. لكن نحكيو عن تجربه احنا عشناها في كل القطاعات. يشد ولد الدار. اي انا جاي سي مهندس نحكي كيفاش تم الحلول. كمل سفيان بسرعه شويه. المشكل انه في العالم الكل، في العالم الكل الحمايه المدنيه معناها البومبيي، بومبيي سي تا ميتي كي في ريفي راو باش معناها يلزم نفهم يعني يفتخر كونه يخدم في يلزم نفهم خاصة بعد 11 سبتمبر ان يلزم نفهموا انه فما الكهرباء نتاع البومبي هي من اكثر اللعب مبيعا في العالم. ان فهمت الصغيرات يحلموا انهم يكونوا دي بومبي. في تونس في تونس كيفاش باش نخليوهم يحلموا انهم يكونوا بومبي وقت اللي يشوفهم في الشارع حالتهم رثة، التوني متاعهم تعيف ان فون باري في الكرهبة متاعهم مالهلا قدم تعبر ال وتسمع انه السقف طايح عليهم. دونك يلزم معالجة هيكلية باش البومبي باش وقت اللي تعمل التليفون التونسي يعرف انه ما يموتش قبل ما يجي الحمايه. هذه تلخص الوضع الكل سفيان. باهي سي معز، دونك قلت لي وانه قعدت اليوم مع الوزير
شنو كان الحديث اللي دار ما بيناتك؟ شنو الوعود اللي خذيتوها لحسم هذا المشكل؟ والله الشيء اللي يسر في اللي صار هذا الكل هو موقف السيد الوزير. معناها السيد الوزير ومعه السيد مدير العام للأمن الوطني، رغم اللي هو مش ود السلك، معناها مش ود الهيكل، لا مدير العام للأمن الوطني. سمحني. قعدنا في جلسة عمل مع السيد الوزير وقرا لائحة المطالب وعلاش احنا موجودين خدم الوزارة. قال والله فرح اللي ما فماش مطالب تاع فلوس. اولا فرح على مطالب تاع فلوس نظرا لوضعية البلاد، صحيح فرح وقال هنا فهمتني، وقال كنت نتمنى ما تجينيش اللائحة هذه، ما تجونيش انتوما وتتفض مشاكلكم على مستوى الإدارة نتاعكم، خاطر المطالب مشروعة ومعقولة. قلنا له راهو يا سيد الوزير، راهي المطالب هذه وقت اللي ثارت ولينا مشكل بالنسبة للإدارة، ولينا احنا نحكيو بصوت ما يلزموش يتحكى، ولينا نحكيو على صرف الميزانية وين صرفت 28 مليار ونمشيت. مع انا ما احنا ما اتهمنا حتى حد، ما نتهموا حتى حد، بقى هذه فلوس الدولة، فلوس الشعب، وهذه فلوس الاولاد الدار زاد كيف اللي هما يتسائلوا ما بين وضعيه ما قبل 2012 كنت ناخذ في دو توني ب 3 مليار، بعد 2012 ناخذ في توني واحد 28 مليار. سؤال يطرح نفسه بالحق، عندك مشكل جريديك ولا عندك مشكل على مستوى الفورنيسور؟ مانيش مسؤول عليه انا كعون حي مدني، انا عون حي مدني يلزمني انا نلقى التوني بتاعي، نلقى اليه العمل وطلبني بالعمل والانضباط وفرض على الاقل العطاء تجاه المواطن، خاطر معناش عاملين زي على المواطن، خاطر راهو احنا كعوان حي مدنيه وصلوا رهنونا كراهب وكوامن وديزامبيلونس، علاش رهنوهم؟ عنده حق المواطن، راه مواطن كي تجي كل مره بعد 7 دراج، وخاطر نون كوفير الزون اللي هو فيها، معناها كي تلقى انت زون ثم ناس ما تعرفش الحي المدنيه جمله واحده، ثم مناطق داخليه ما تعرفش الحي المدنيه، ما عمره ما طلبت حي مدنيه في عمليه نجد، يهزوا على 404 باشي ويمشي يهز بيه للسبيطار، ما يعرفهاش، علاش؟ ما توصلوش للحمايه المدنيه. عندكم زميلكم في بدايه الثوره بعد تقتل قتله شنيعه مع تسيا حمد، هذاك ما تكلم عليه حد. العباد ما تنساهاش تنسى. الشهيد سامي يوسف هذاك شهيد بالحق، شهيد تعرف علاش؟ كلنا شهداء، هو كلها شهداء ونعتز بشهداء الامن الكل من جميع الاسلاك. بقى الشهيد هذاك تطوع جا من دارو. جا من دارو ما يخدمش راهو. تطوع باش يسعف مساجين تحرقوا في ديزامبيلونس، يقع قنصه في سياره الاسعاف ويموت وهو يسعف. وزميلكم مشى المراه حامل باش يمشي يخرجها من اي امراه؟ عندنا برشا اصابات في المشكله، قتله شنيعه. المشكله ابار الموت هذايا، المشكله العائله تاع الحي المدنيه، علاش تعيش ولادها؟ علاش اللي تضرب يمشي؟ علاش حتى اكسيدون ترافاي ما عادش تلقى سوتيان، ما عادش تلقى سويفي؟ عندنا انسان بين حياته وموت هويكا، سي فتحي عمري هذايا عون حي مدنيه قضى عمره كامل يطفي في الحريق، اليوم صارت له اصابات على مستوى الرئه مهدد بالموت، ما لقاش شكون يعاونه باش يسعفوه باش يصير له عمليه لبرا. مشكل كبير برشا ولا على مستوى العمل الاجتماعي، على مستوى العمل المهني عندنا. نرجعوا للوزير سي معز. طلعنا للوزير شاف اللائحه، قالنا لائحتكم راهي فيها طلبات مشروعه، اكيد شكونوا انتم شريك فاعل في المنظومه هذه كشريك اجتماعي كاتحاد نقابه الحي المدنيه، وعدنا باش يعين شكون يمثل الحي المدنيه في الديوان نتاعو من الاطارات، وعدنا باش نكونوا احنا شريك باش نوصلوا المطالب نتاع الحي المدنيه مع لجنه التفاوض في الوزاره، تعهد ببعض المطالب اللي هي المشروعه اللي هي انيه، خاطر ثم مطالب يحب لهم شويه وقت باش يتحققوا، وكيف بالنسبه للتواصل مع الاداره ثم سلطه عليا اللي هي الوزاره اللي هي مسؤوله على فتح باب التواصل بينه وبين الاداره بالطبيعه، وتعهد به السيد الوزير وقال هذايا من مشمولتي انا ومشكور، وهذاك علاش فكينا الاعتصام ورجعنا للوحدات نتاعنا. فكيتوا الاعتصام، سامحني سي معز، فكيتوا الاعتصام، دونك فما تاريخ لتنفيذ الوعود؟ والله احنا ما حبيناش نضبطوا توقيت معين، ما حبيناش احنا ما جيناش نصعبوا فيها، راه عاقلين برشا احنا، لا عاقلين احنا ما حبيناش نصعبوها، حتى من المطالب تاعنا احنا رانا نحبوا نشعلوا الشناري، لا ما عمرنا ما شعلوا النار بالحق، انتم مهمتكم تطفيوا النار بالحق. متاسفين برشا اللي وصلوا للتصادم بين ابناء السلك، راهم متاسفين فين برشا، تعرف ثم معنا شكون في المسار النقابي ندم على دخل المسار النقابي، كان مسار نقابي شي فرق بين ابناء الاسره الواحده مش لازم منه يا خويا، خلينا نخدموا كما خدمنا قبل، خلينا نخدموا كتب ربي على الاقل نحبوا بعضنا. صحيح. واضح. اخر سؤال سفيان او جمال ننهيو به دقيقه تقريبا ودقيقه ونص لسي معز اذا فما
بالنسبه لزميلكم تحكي عليه معناتها حاله معناتها تسمى قلت عنده اصابه على مستويتين يتسمى حاد الشغل هذا. اي رفعناه للوزاره، رفعناه للنواب الشعب في مجلس تاسيسي، رفعناه لجميع السلطات الموجوده في التكاليف تاع العمليه. هي بعضها شوي يذول لي 400 مليون معناها. انت مع انسان مع بشر فيها بعضها مش بعضها. اما حسبوها فلوس. كم شكون عمل عمليات تجميل عن طريق الكنام؟ نقول لك ولا يحسبوا فيها فلوس؟ عملوا عمليات تجميل عن طريق الكنام. هذايا معناتها قدم خدمه للبلاد معناتها. هذايا وحده ملف جمالي. والله يبوي ملف وبصراحه كان تشوفوه حالته واش عدى في وسائل الاعلام. بين حياته وموت، الطب قالوا له راك ماما اذا ما صارتش العمليه في اقرب وقت ممكن راهو يفقد الحياه بتاعه، عنده صغيرات، عنده عائله وراه. والله ربي يشفيه على كل هو وغيره من زملائك اعوان الحمايه المدنيه. معنا حتى مزيان نحب نشكروك سي معز الدبابي ناطق رسمي لاتحاد نقابات الحمايه المدنيه. مشكورين على الاضافه وان شاء الله تونس بخير ان شاء الله. ونودكم بحاجه واحده لاعوان الحمايه المدنيه واطاراتها كل اشتقوها في الاوقات اللي تستحقوا لها، ورانا ما نزيدوش على الوطن وما نزيدوش على المصلحه العليا، وراو بحول الله ضربوا تونس فوق منا وربي يحمي تونس ان شاء الله. إن شاء الله على كل. يعطيك الصحة مرة أخرى. نحن بعد الفاصل باش نحكيو على خطر التهديدات الإرهابية اللي جاية من ليبيا فاش تتمثل. وظيفنا باش يكون سي مبروك كرشيد محامي وناشط سياسي وحقوقي. التفاصيل بعد هذا الفصل.